بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة يا جماعة موضوع مهم جدا جدا، وهو تفسير رؤيا السيف للعزباء وللحامل وللمتزوجة وللشاب وللرجل. فتابعونا لآخر فيديو إن شاء الله هشرح لكم بعض الأوجه، لأن أوجه كثيرة تأول على السيف. والسيف كده يا جماعة انتم عارفين السيف، كل الناس عارفة السيف، اللي هو ايه السيف اللي كان يغزو به ويقتتلون به في الحروب فيما قبل الاجهزة الحديثة في الوقت الحالي. فالسيف في ذاته احنا هنقول الاول بتاعت السيف، وبعد كده هنقول بعض الاوضاع اللي هي ممكنة تكون في السيف اللي هي تتبع من السيف. طبعا بالنسبة للسيف في ذاته دليل، طبعا هنقول حاجات جميلة وحاجات مش لطيفة. طب دي لمين ودي لمين؟ هنوضح، خليكم معايا. دليل السيف دليل على الولاية وعلى الملك وعلى السلطان وعلى الولد وعلى الحق وعلى الكلام وعلى العلم وعلى النصر وعلى قوة الحجة وعلى الفتنة وعلى زوال مرض وعلى الفتنة أو المرض، ودليل على الموت، ودليل على حاجات كتيرة هنوضحها إن شاء الله. تابعونا، دي بداية الفيديو. أما بالنسبة هناخد جزئية للسيف. جزئية السيف، وجود السيف، أنا شفت سيف قدامي أو ملكت سيف. السيف الحديد يختلف عن اللون، كذا كان أصفر ولا حاجة، من الرصاص، من الخشب، مصدي، السيف به صدع، ده يدل عليه. إذا كان امتلكت سيف من حديد فده دليل على الشجاعة. الشجاعة الايه؟ هنوضح امتلاك السيف بيدل على ايه، فاحنا بنربط الشجاعة بالسيف، فخليكم معايا. اذا كان لون السيف مش ابيض لامح كده في الصفار فده دليل على الولد، ويرزق غنى ان شاء الله تعالى لصاحب اللي هو امتلك السيف او امتلكت السيف. السيف اللي من الرصاص دليل على الخباثة والمكر. السيف من الخشب دليل على النفاق، على النفاق والكذب. طب السيف اللي هو به صدق اللي هو مصدي دليل على الكلام القبيح. طيب السيف للأعزب زواج وللعزباء زوج. الله، طب ما هي يا عم الشيخ زواج وزوج، لا تفرق من كلمة زواج وتفرق من كلمة زوج. بالنسبة للأعزب إذا امتلك السيف فده دليل على الزواج، ان هو هيوفق لزواج بس. اما العزباء اذا امتلكت السيف معاها فده دليل على هنا زوج. زوج ايه يعني؟ يعني الزوج بقيمه السيف. السيف يعني اذا كان السيف هنا زي ما قلنا الوجوه اللي قلناها من شويه، السيف اللي معاها ده من حديد فهي هتتجوز رجل شجاع، واذا كان اصفر فده دليل على رجل عنده مال، وإذا كان من الرصاص فالرجل عنده الخبث أو الخباث والخبائس والإيه؟ الخبث والمكر. وإذا كان من خشب فرجل عنده النفاق والكذب. وإذا كان السيف اللي امتلكته دي من مصدي أو به صدأ فده دليل على الكلام القبيح، سوف يظهر يعني الشخص ده لسه مش باين على حقيقته، هيبان الحاجات دي. ففي فرق بين زوج وفي فرق بين إيه؟ زواج. طبعا للحامل دليل على الولد، برضو الولد بنرجعه نوع الولد ووضعه على اللي احنا شفناه. يعني مثلا واحد ده حامل وشافت ان هي بتمتلك سيف سيف من حديد، يبقى هيكون لها ولد شجاع ان شاء الله ويكون لها قوه، او يكون عنده قوه الحجه، يعني عنده لباقه ولفاظه وفصاحه في الكلام. طيب بالنسبه لضرب السيف المهنوشه، طيب قبل الضرب والحاجات القتال والمقاتله بالسيف والامور دي هنتكلم في جزئيه خفيفه عشان ما نسيبهاش، وبعد كده ندخل على الضرب بقى الغزوات والقتل بقى. بالنسبه للسيف اذا كان للرجل او المراه، اذا كان المراه امتلكت سيف بكنانه اللي هو الجراب بتاعه ودخله في الجنانه كده ده دليل على الزواج اذا كان مش متجوزه، واذا كان متجوزه فده دليل على الموده والترابط بينها وبين الزوج، دليل على ان الزوج معاها يعني ستر وموده واحترام وترابط ليها.
طب اذا سلت السيف منه خلاص، فاذا كان العلاقه سيئه فهنا دليل على الطلاق، واذا كان العلاقه كويسه فهنا ده دليل على امور تخص الحمل والانجاب، بمعنى يكاد ان هما يتكلموا يعني بعد الولاده دي بلاش خلفه تانية او بلاش اولاد تاني، او العكس على حسب سل السيف اذا كان بوجهه او بسيفه كده. بسحبه كده عشان ادي كده، غير ان انا بسحبه كده عشان اوريه كده، وريه كده وده واضح، ده دليل على انه يطلب الزوج يطلب من المرأة انها تنجب. يعني عايزين بقى عيال، احنا تأخرنا شوية عندنا ولدين او ثلاثة مثلا وعايزين تاني مثلا. طيب الرجل نفس النظام، اذا سلم فده دليل على رجل عنده قوة في اللباقة في الحجة، كلامه قوي وشديد. طيب المرأة إذا سلت السيف ووقفت كده زي نظام إيه، مستعدة للضرب أو للحرب، ماسكة كده لكن ما فيش حد يعني، بس هي ماسكة استعداد كأنه إيه بحرب. فإذا كان امرأة صالحة فده دليل على امرأة تقول الحق وتجاهد في الحق، يعني تتكلم في حق يعني ما يهمهاش أي حاجة. وإذا كانت امرأة ليس على صلاح فده دليل على انها امرأة سليطة اللسان قبيحة الايه اللفظ، ولكن للأسف كلامها حقيقي بس بتتكلمي بأسلوب جارح بأسلوب قاسي. طيب الراجل احنا قلنا هو اذا سل السيف بيعمل كده. طيب هندخل على الضرب بالسيف. ضرب بالسيف كلام. طيب اذا كان الضارب ضرب اللي قدامه بس ما أثرش فيه السيف، فده دليل على إن الضارب يتكلم كلام للمضروب ولكن لا يجدو معه، كلام بيقول من هنا لبكره بيقول له بيرشد مفيش. طيب إذا كان الضارب ضرب فأثر يعني طير عنقه طير راسه، لها أوجه كتير. طيب الأوجه بتعلق، إذا كان ما كانش فيه دم أو دم طفيف ففي تأويل، طبعا إذا كان في دم بعد ما طير راسه لقى دم كتير منهمر فكده فسدت الرؤية وليس لها تأويل وليس تأثير، لأن دخل أصل الدم ففسد الرؤية، فسد يعني خلاص بطلت الأحداث دي كلها انتهى. طيب دليل على المضروب يستفيد من الضارب خلاص، ودليل على تجارة رابحة، ودليل على رأس مال مدخر. شفت بقى الحاجات الجميلة ازاي؟ طيب إذا كان الضارب ضرب في أعضاء تانية غير الرأس أو العنق يعني، فده دليل على المضروب يستعد لسفر أو بيواجه سفر ويسافر، إذا كان تم الضرب فهو يسافر، وإذا لم يعني الضرب لسه ما وصلش طبعا يبقى لسه، او الضربه ما اثرتش يبقى هو عنده النيه ولكن لسه الاستعداد او وقت الاستعداد لسه ما انشئ الاوان. طيب برضو يعتبر الضارب المضروب يستفيد من الضارب في كل الحالات الا اذا المضروب في الرؤيه تاثر شعر بالالم الشديد او يعني كان عنده انين أو أخرج صوت من صراخ أو يعني حاجة زي كده، ده يعتبر إن الكلام أثر فيه وعمل فيه يعني بعض الأمور اللي هي غير سليمة، يعني الكلام أثر فيه فأثر في نفسه وفي حياته. طيب أحيانا إذا كان الواحد بيشير بالسيف في الهواء كده فده دليل على الفتنة. طيب إذا كان أحد ضرب أحد في بطنه أو ظهره، فإذا كان في البطن هنا دليل على زوال المرض والشفاء، وإذا كان في الظهر فهنا دليل على الكلام في غياب أو عدم حضور المضروب. طيب بالنسبة برضو احنا عايزين نحاول نفتكر كل الأوجه عشان نحاول نلم كل المواضيع في عشان تدخل الفيديو تستفيد منه بكل المقاييس. طبعا بالنسبة لوضع السيف في ذاته هو يعتبر الأغلبية به حق ومبهر وجميل، إذا استخدمه إذا صاحب الرؤية كان من أهل الصلاح فده حاجة جميلة جدا للسيف دي، وإذا كان هو من أهل الباطل فهو بيستخدم الحق في الباطل،
يعني قول حق يريد بيه باطل، للاسف بيستخدم الحق بيدخله بيدمجه في الباطل. ده هو اذا كان صاحب الرؤيه او اللي هو ماسك السيف او بيستخدم السيف، ده دليل على ايه؟ ان هو بيستخدم الحق من يستخدم بعض الحق اللي يدخله ايه في الباطل، يوصل ايه في طريق الباطل. طيب حد بيضرب اي حد من اعضائه مثلا، اذا كان حد بيضرب بقوه في دراعه اليمين اللي قدامه، فده بيرشده على العبادات والبر وصله الارحام وكده، والعبادات خاصه. طب وفي الشمال دليل على ان هو انه هو يعني اللي بيتكلم اللي الضارب بيكلمه على اخ له، او اللي بيكلمها عن اخت لها لامور ما، يقول لها موضوع يعني، او يقول له موضوع عن اخوه او اخته او اختها مثلا، فليه الاصلاح او الامور زي كده. طبعا الامور دي كلها هنرجع لها، وحاجات يا جماعه نسينا وحاجه زي كده اكتبوا في التعليق ونقولها، احنا بنحاول نجمع على قد ما نقدر، وربنا ييسر ان احنا نقدر نوضح لكم كل الامور باذن الله تعالى، برضه في فيديوهات ان شاء الله هنعملها بعد كده باذن الله تعالى. يعني بشكركم جدا على المشاهده، واتمنى لو استفدتوا من الفيديو ده يا جماعه اكتبوا في التعليق ان انتوا استفدتوا ايه، واللي عنده اي سؤال انا ما اتكلمتش فيه يتعلق بهذا الفيديو بامر سيف يعني، فبرضو تكتب. وبرضو قلنا بعض الاوجه بس ما وضحناش كل الاوجه، يعني بين السيف للمظلوم نصر، والسيف للي هو بيعمل يعتبر منصب او ترقيه او رتبه، السيف لطالب العلم اجتياز في العلم، السيف للجاهل تعلم، السيف للضعيف قوه، السيف للمحتاج رزق. خلاص برضو اذا كان افتكرنا حاجات تانية ان شاء الله تعالى نبقى نعملها فيديو تاني باذن الله تعالى، تابعونا وان شاء الله بنحاول نوضح لكم كل الامور في عالم الرؤى والاسرار. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.